ما معنى التطبيع؟ يشتق وصف التطبيع من كلمة طبيعي، ويعني هذا المفهوم باختصار أي نشاط أو علاقة أو قرار أو موقف يمكن أن يساهم في الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة طبيعية. لماذا نحن ضد التطبيع؟ لأن التطبيع يعني القبول بواقع الاحتلال والميز العنصري الإسرائيلي في فلسطين، بالمزيد من قتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وتهجيرهم من أرضهم، بأسر من يقاوم منهم واعتبارهم إرهابيين، بعزل نضال الفلسطينيين ضد العدو الصهيوني، بحرمان المقاومة الفلسطينية من الدعم التاريخي لشعوب المنطقة العربية. هل التطبيع خطر على الفلسطينيين وحدهم؟ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة من قبل القوى الاستعمارية منذ بدايات القرن العشرين من أجل خدمة مصالحها. ويقول وينستون تشرشل وزير الحربية البريطاني في 1920 أن تنشأ في زماننا دولة يهودية في حماية التاج البريطاني، هذا حدث تاريخي مفيد من جميع الأوجه ومتسق تمام الاتساق مع المصالح الفعلية للإمبراطورية البريطانية. ولطالما سوق الصهاينة أنفسهم لأن تكون دولتهم في خدمة الإمبرياليات الغربية، إذ يقول تيودور هيرتزل في كتابه دولة اليهود: سوف ننشئ هناك في فلسطين موقعاً متقدماً لأوروبا بوجه آسيا، وسوف نكون رأس حربة الحضارة ضد الهمجية. وقد تجلى هذا الدور سريعاً عندما أممت مصر قناة السويس عام 1956، فشاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي عليها إلى جانب بريطانيا وفرنسا، كما عملت على تخريب كل محاولات الاتحاد بين دول المنطقة العربية. كما كان لإسرائيل دور كبير في عرقلة اتحاد وتقدم بلدان المنطقة العربية من خلال اغتيال عديد العلماء والمثقفين، كما تورطت في ارتكاب جرائم ضد مختلف شعوب المنطقة وانتهاك سيادة دولها، من بينها مساندتها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشاركتها في اغتيال المناضل المغربي المهدي بن بركة، دورها في تقسيم السودان، تهجيرها لليهود العرب، إسقاط طائرة مدنية ليبية ومقتل 108 من ركابها سنة 1973، تدمير المفاعل النووي العراقي في 1981، احتلال جنوب لبنان والمسؤولية عن مجزرة صبرا وشتيلة في 1982، غارة حمام الشط في تونس عام 1985 إلى آخره. لا يتوقف الأمر على الاعتداءات العسكرية، بل يتجاوزه إلى تعزيز الانقسامات داخل البلدان العربية كدعمها لحركات انفصالية في السودان والجزائر والعراق، أو فيما بينها كتدخلها في قضية الصحراء الغربية، أو مع جوارها كتدخلها في الخلاف بين مصر وأثيوبيا حول المياه، وتأجيجها للخلافات بين الدول العربية وإيران، ودعمها الأنظمة القمعية المعادية للشعوب العربية، مثلاً عبر تزويدها ببرمجية بيجاسوس للتجسس على مواطنيها. بل إن أخطر ما يقوم به الكيان الصهيوني هو محاولته من خلال التطبيع الذي يسميه سلاماً تعزيز تفوقه العسكري والسياسي المدعوم غربياً من خلال الهيمنة الاقتصادية على كامل المنطقة. وقد أوضح ذلك شمعون بيريز رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق وأب القنبلة النووية الإسرائيلية في 1992: ليس السلام بحد ذاته هدفاً، وإنما وسيلة مرحلية لهدف أعلى هو تحقيق العصر الذهبي الإسرائيلي. لذلك نطرح نظاماً للأمن والتعاون في الشرق الأوسط على أساس منطقة مفتوحة من الناحية الاقتصادية. تسعى إسرائيل إذن لاستغلال تفوقها السياسي والتقني من أجل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية لصالحها مع مختلف بلدان المنطقة وعلى حساب مصالح شعوبنا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك اختراقها لقطاع استراتيجي كالفلاحة عبر ترويج البذور المعدلة جينياً في مصر، أو منتجات شركة نتافيم للري قطرة قطرة التي تضر بصغار الفلاحين وبالسيادة الغذائية في عديد البلدان منها المغرب الأقصى وتونس. كيف نتصدى للتطبيع؟ مناهضة التطبيع والمقاطعة هي ممارسات نضالية ليست جديدة، إذ عرفتها العديد من الشعوب والأمم التي نظرت ضد الاستعمار والميز العنصري، مثل مقاطعة الهنود للبضائع البريطانية، أو مقاطعة الشعوب الإفريقية والجنوبية لنظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا. مناهضة التطبيع مع إسرائيل تعني محاصرتها مثلما تحاصر الفلسطينيين،
وهو ما يترجم أساساً عبر مقاطعتها في كل المجالات وبمختلف الوسائل. أولاً بتعزيز الوعي بخطورة التطبيع وأهمية مقاومته، ثانياً بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتسللة لأسواق بلدان المنطقة والمطالبة بمنعها، ثالثاً بالتشهير بالشركات أو الجماعات والأفراد الذين يطبعون مع كيان العدو، رابعاً بتكثيف النضال من أجل سن قوانين تجرم كافة أشكال التطبيع. إذن برفضنا للتطبيع وتصدينا له لا نساند الفلسطينيين في كفاحهم من أجل الحرية فحسب، بل ندافع عن سيادة وحرية ومستقبل كل الشعوب العربية.